Hello guys and girls, how are you today? I hope you okay and all your families. Today we'll begin our fourth electronic lecture for tourism correspondence. Fourth grade, Dr. Sharif Abdelhamid is talking. ازيك يا شباب، ازيك يا بنات، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة، وكل اهلكم بخير يا رب دايما بصحة. النهاردة المحاضرة الرابعة الكتروني لمادة المراسلات السياحية باللغة الانجليزية، الفرقة الرابعة، معاكم الدكتور شريف عبد الحميد. إن شاء الله ناخد حاجة جميلة جدا وهتستمتعوا بيها جدا 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 النهاردة، وهتستمتعوا باللي هتاخدوه لأن حاجة هتنفعكم في حياتكم دايما لغاية ما حتى تكبروا كمان إن شاء الله. Today we will talk about how to write a curriculum vitae. And curriculum vitae here means ازاي تكتب سيرتك الذاتية، وده ان شاء الله هتستخدمه في حياتك بصفة عامة. شباب، انت مجرد ان شاء الله ما تتخرج من كليتك بإذن الله لازم تكون عارف ازاي تكتب سيرتك الذاتية، لازم تعرف ازاي كل الخبرات وكل الحاجات اللي انت اخدتها، سواء كورسات، سواء كل شهادات اخدتها في حياتك، سواء خبرات عملية، كل ده لازم يتكتب في الكريكولم بتاعك او السيرة الذاتية بتاعتك. النهاردة هنتعلم ازاي تكتب السيرة الذاتية، لان السيرة الذاتية لازم كلكم تكونوا عارفين تكتبوها ازاي، لانكم ان شاء الله هتتخرجوا السنة دي، وبأنكم هتتخرجوا السنة دي فلازم تعرف ازاي تكتب كل انجازاتك وكل الكورسات اللي انت اخدتها، سواء في كليتك او سواء في خارج الكلية، او كل المؤتمرات اللي انت شاركت فيها، كل الاحتفالات اللي انت شاركت فيها، كل الانشطة اللي انت برضو شاركت فيها. لو انت مثلا بطل رياضي لازم تكتب انت كنت بطل رياضي في حاجات معينة، كل ده هتتعلمه ان شاء الله في ازاي تكتب السيرة الذاتية، وتكتب ازاي في اي حتة بالضبط في السيرة الذاتية. When we talk about curriculum vitae, you have to know what you did in your whole life. And your curriculum vitae must contains your personal information, formal education, informal education, employment, interest, additional information. طب يعني ايه الكلام ده؟ لما نيجي نتكلم يا شباب على البيرسونال انفورميشن اللي هي بياناتك الشخصية، ده الشكل العام بتاع الاول. قبل ما نتكلم عن البيانات الشخصية، ده الشكل العام بتاع السي في بتاعك او الكيريكولم فيتاي او السيرة الذاتية بتاعتك. هو هنا مكتوب بالانجليش وسهل قوي ان انت تترجمه بالعربي، مفيش مشكلة. هناخد كل جزئية لوحدها بإذن الله، تمام، وهنقعد نفسر إزاي نكتب السي في بتاعنا أو السيرة الذاتية بتاعتنا. When we look here, first thing in our CV or our curriculum vitae, the personal information. And personal information contains of here your name اللي هو اسمك، date of birth DOB ده اختصار date of birth اللي هو تاريخ ميلادك. لو انت اسمك محمد، اسمك احمد، اسمك نهى، اسمك يارا، ايا كان اسمك بتكتب اسمك بالكامل، تمام. Date of birth اللي هو تاريخ ميلادك اللي هو بيتكتب هنا مكتوب بالشهر الأول، وبعدين كده اليوم، وبعد كده السنة. فأنت الأمر يرجع لك، أنت ممكن تكتب اليوم الأول وبعدين الشهر وبعد كده السنة، مفيش أي مشكلة، الأمر مفهوش مشكلة في حاجة زي كده. Your address، and your address اللي هو عنوانك المفصل، ولازم تعرف عنوانك المفصل لأن عنوان ده دايما هيرسلوك عليه دايما بصفة عامة. إذا كان ان شاء الله لما تقدم في وظيفة معينة، سواء في شركة سياحة، في شركات طيران، فلازم تعرف تكتب عنوانك
في السي في بتاعك او في البيرسونال انفورميشن. من الحاجات المهمة يا شباب برضو الايميل ادرس بتاعك، والايميل ادرس بتاعك لازم يكون عندك ايميل فورمال دايما يبقى احسن، والايميل الفورمال دايما بيبقى على الجيميل، الأكثرية بيبقى على الجيميل. يعني ليه؟ لأن هو مساحته كبيرة، والميزة فيه إن أنت تقدر تحمل كم معلومات ضخم جدا عليه. فالجيميل تقدر تحمل عليه، ممكن ياهو عادي، ممكن هوت ميل عادي، على حسب. ممكن على شوف الإيميل أو الموقع اللي أنت بتستريح اللي ممكن تحطه، بس ينصح إن أنت تكتب الجيميل بتاعك. بعد كده نيجي للتليفون نمبر اللي هو رقم تليفونك، والموبايل نمبر اللي هو الموبايل بتاعك. والتليفون نمبر هنا بيقصد بيه التليفون الأرضي بتاع بيتنا، هنا الموبايل نمبر بيقصد بيه بالموبايل، وأكيد كل الناس معاها الموبايلات بتاعتها فتقدر تكتب الموبايل نمبر بتاعها. في هنا نيجي نبص على الماريتال ستيتس. الماريتال ستيتس اللي هي الحالة بتاعتك. والماريتال ستيتس بتاعتك يا شباب دايما، يا اما لو انت شخص اعزب مش متجوز يعني بتكتب سينجل، في حالة لو انت متزوج بتكتب مارد، تمام. والريليجن بتاعك اذا كنت مثل مسلم او ريليجن يعني اللي هو الديانة بتاعتك، سواء كنت مسلم او كريستيان مسيحي على حسب انت ديانتك ايه. الناشوناليتي بتاعتك اللي هي الجنسية بتاعتك اللي هي سواء ايجيبشن اندونيشيان امريكان بريتش، على حسب الجنسية بتاعتك فانت بتكتب الناشوناليتي بتاعتك. The second thing we will learn about CV is formal education. And formal education is here اللي هو التعليم اللي انت اتعلمته، اتعلمت فين، اتعلمت في المكان الرسمي اللي انت اتعلمت واخدت منه الشهادة بمعنى اصح. لما حضرتك ان شاء الله تيجي تقدم في اي وظيفه لازم تكون عارف مكان تخرجك، اتخرجت من انهي مكان، عشان ده سؤال دايما الناس كله بتطرحه عليك وقت لما تيجي تعمل انترفيو في اي مكان. ف لما يجي يسالك يقول لك يعني انت اتخرجت من اي حته، فتقول له I'm graduated from Higher Institute of Tourism and Hotels New Dumyata اللي هو المعهد العالي للسياحة وفنادق بدمياط الجديدة. هنا دايما لازم زي ما قلنا لازم تكتب السنة اللي انت اتخرجت منها، ونفرض انت اتخرجت سنة 2020 فانت بتكتب 2020، اتخرجت سنة 2021 فبتكتب 2021، اتخرجت سنة 2007 بتكتب سنة 2007. وفي ناس بتكتب انت دخلت امتى واتخرجت امتى، وده عادة بيستحسن انت تكتب حاجة زي كده عشان بتدي شفافية للشخص اللي انت هتشتغل معاه، شفافية ان انت قعدت 4 سنين، قعدت 5 سنين، قعدت 6 سنين، قعدت 10 سنين في المعهد او في الكلية بتاعتك، فانت مفروض بتكون معرفه يعني، وده بدليل على انت الشفافية يعني. فانت بتكتب graduated from يعني انت اتخرجت من، graduate يعني اتخرج، اتخرجت من، تمام، Higher Institute of Tourism and Hotels فين؟ نيو دمياط أو دمياط الجديدة. هنا graduated from Saheed Institute of Tourism Major Diploma 3 Tour and Travel Department. هنا اتخرج من معهد اسمه سعيد واخد دبلومه 3 سنوات، فانت بتكتب لو انت والمفروض اخدت دبلومه، اخدت ماجستير، اخدت دكتوراه، فانت بتكتب ان انت اخدت ماجستير، اخدت دبلومه في المكان المعين او الحته اللي انت اشتغلت فيها. بتكتب برضو نفس الحكايه في حاله لو انت اخدت دكتوراه، برضو بتكتب ان انت اخدت بي اتش دي في المجال الفلاني، اخدت دبلومه فانت بتكتب دبلومه اخدتها في الحته الفلانيه، اخدت بكالوريوس جرادويتد فروم، اتخرجت من كليه كذا،
لو انت متخرج من كلية فبتقول Faculty of Tourism and Hotels، لو انت اتخرجت مثلا من معهد عالي فانت بتكتب Higher Institute of Tourism and Hotels، تمام؟ فده بالنسبة للformal education. And the third thing we will talk about CV is informal education. وهنا شباب informal education معناها اللي هو التعليم الغير رسمي. يعني ايه التعليم الغير رسمي؟ حضرتك اخدت كورسات خارج المعهد او خارج كليتك، فانت بتكتب كل حاجة انت اخدتها، سواء كورسات انجليش، كورسات ضيافة، كورسات طيران، كل اماكن انت اتدربت فيها، كورسات كمبيوتر، ICDL، ايا كان اللي انت اخدته، يعني لازم تكتبه دايما وما تنساش حاجة، ولازم يتعمل دايما بصفة مستمرة حاجة اسمها الابديت. ابديت دايما هو تحديث للسي في بتاعك. النهاردة اخدت مثلا كورسات في الحتة الفلانية او في 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 في, في, في الانجليش، وبعد كده اخدت كورسات في الالماني، في الايطالي، في الكمبيوتر. فانت بتكتب في الانفورمال ايديوكيشن كل الـ الاماكن اللي انت اخدت فيها كورسات او اخدت فيها حاجات مش فورمال، مش اخدتهاش داخل المعهد او الكلية بتاعتك. لما نيجي نبص هنا شباب هنلاقي هو اخد كورسات الشخص ده سنة 2002 ولغاية 2004، اخد كورسات من 2002 ل 2004. من 2002 ل 2004 هو قعد سنتين يدرس. كتب هنا يبقى had passed advanced English skill class at international language programs Jakarta. يعني ايه الكلام ده؟ had passed يعني اجتاز، تمام، الانجليزي او اجتاز اللي هو مهارات اللغة الانجليزية المحترفة المتقدمة في اللغات الدولية. فين البرنامج بتاعه؟ كان في جاكرتا، دي بس بلد اسمها جاكرتا. لما نيجي نبص هنا شباب هو جه في 2001 2002، ودايما لو تلاحظوا هنا بنكتب الاحدث في الاقدم. دايما لما نيجي نكتب في السي في بتاعنا لازم نكتب الحديث وبعد كده نكتب القديم. الأحدث في الأقل في الأقل في الأقل لغاية ما نوصل لأقدم حاجة أنت أخدتها. فلما نيجي هنا هنلاقي الشخص ده واخد في 2001 يعني دخل تدريب had passed basic mandarin class at Chinese lingo Jakarta. يعني إيه الكلام ده؟ had passed يعني هو اجتاز الأساسيات الخاصة بالكبار الموظفين في شركة أو في مكان اسمه شاينز لونجو في جاكرتا. When we talk about CV we must talk about employment. Employment اللي هو مكان التوظيف بتاعك، اللي انت توظفت أو اشتغلت فين. ودايما يا شباب لازم زي ما قلت لكم كده لازم تقول انا اشتغلت في يعني في الفترة الفلانية، اشتغلت في الفترة دي للفترة دي. وانت بتكتب في السي في بتاعك مهم قوي تكتب انت اشتغلت فين بالظبط. في الفندق، لو انت اشتغلت في فندق، اشتغلت في مطعم، اشتغلت في الكافيه، اشتغلت في مينا، اشتغلت في شركة طيران، اشتغلت في شركة سياحة، اشتغلت في فندق. لازم تكتب القسم اللي انت اشتغلت فيه. ومهم قوي قوي في لما تيجي تذكر ده تذكر التاريخ اللي انت اتدربت فيه او اشتغلت فيه في الفترة دي. فلما نيجي هنا مثلا نبص هو الشخص ده اتدرب في حاجة اسمها ABI Travel دي اسم شركة اسمها ABI Travel. مكانها فين؟ لازم تذكر عنوانها عشان خاطر ساعات بيبقى ده مرجعية. لو انت مش معاك شهادة خاصة بشهادة خبرة من المكان ده، فده بيبقى العنوان ده بيبقى مرجعية، وممكن تذكر اسم الشخص اللي ممكن الشركة اللي انت رايح تقدم فيها او الشغل اللي انت هتقدم فيه ممكن يرجع له. فهو ABI Travel ديت موجودة في World Trade Center اللي هو برج التجارة العالمي الله يرحمه، يعني اللي هو في الدور 17، مكتوب J1 جند سوندريمان كاف
29 جاكرتا. ده معناته هنا ان هو شغال او في برج التجارة العالمي الدور 17، وده الاسم الشخص اللي هو المدير بتاعه، وده اعتقد ده كود اللي يرجع له يعني. وده هنا 2010 2005 و3 2006، ده اللي هو الوقت اللي اشتغل فيه. في اثناء ما هو اشتغل في الشركه دي هو اتدرب اللي هو مكتوب تيكتنج اند ريزرفيشن، اللي هو الحجز، اللي هو تذاكر حجز، قطع تذاكر وحجز، تريني يعني اتدرب. اول حاجه جريت ذا جيست اللي هو التحيه او الترحيب بالنزلاء او السياح بصفه عامه، اللي هو جريت ذا جيست اللي هو التحيه، بروفايد سيرفيس يعني بيمنح الخدمه، بروفايد يمنح سيرفيس يعني الخدمه، اند برودكت انفورميشن اللي هو اللي هو بيعطي برضو بيمنح كل معلومات عن المنتج، to consumers inquiries لاستفسارات العملاء يعني هو بيمنح المعلومات والخدمات الخاصة بالمنتج عن وكل الأسئلة الخاصة باستفسارات العملاء، handle airline tickets and tour reservation. handle يعني يحل، او معناها ان هو مسؤول عن الايرلاين تيكتس اللي هو تذاكر الطيران، والتور ريزرفيشن اللي هي رحله او حجز الرحلات. اخر حاجه يا شباب هنتكلم عليها في السي في بتاعنا اللي هو الانترست، اللي هو اهتماماتك الشخصيه بتاعتك ايه. ففي واحد كاتب هنا جودو اللي هو رياضة الجودو، ووتر سبورتس اللي هي الرياضات المائية، والهايكينج. والهايكينج هنا شباب معناته اللي هو التنزه أو اللي نطلع في الحديقة يعني يتفسح في المتنزهات، الماونتين كلايمينج واللي هو التسلق الجبال، والترابلينج. يبقى عندنا الانترستنج او الانترست بتاعك دايما تكتب انت مثلا بتمارس كرة القدم بتكتب فوتبول، بتكتب مثلا باسكت بول، هاند بول، سويمينج، على حسب انت مثلا بتحب تعمل ايه في اهتماماتك. نيجي اخر حاجة في السي في اللي هو الاديشنال انفورميشن اللي هي معلومات اضافية، والمعلومات الإضافية دي مهمة جدا برضو، من الحاجات المهمة لو انت حابب تزود حاجة في السي في مش من الآخر كده مش لاقي لها مكان. فانت مثلا هنا الشخص ده كان chairman of student of executive board tour travel department، chairman يعني كان رئيس اتحاد الطلاب اللي كان موجود في قسم السياحة والسفر في سهد او سهيد انستيتيوت اوف توريزم اللي هو باسم المعهد اللي هو كان السياحة، وده كان من سنة 2002-2003 مدة سنة. ودايما نكتب برضو زي ما قلنا كده ما ننساش السنة بتاعتنا اللي حصلنا عليها واشتغلنا في الفترة دي عليها يعني. ده بقى شباب ده شكل النهائي الخاص بالسي في. يعني احنا فصصنا كل حاجة، قلنا البيرسونال واتكلمنا البيرسونال اللي هو المعلومات الشخصية بتاعتك، اسمك والديت اوف بيرس والادرس والايميل بتاعك والتليفون نمبر والموبايل نمبر والماريتال ستيتس او الستيتس، ريليجن، ناشوناليتي، تمام، والفورمال ايديوكيشن انت اتعلمت فين واتخرجت منين بالظبط، الانفورمال ايديوكيشن اللي هي الكورسات اللي انت اخدتها خارج المعهد او خارج الكلية بتاعتك، الامبلويمنت اللي هي مكان اللي انت توظفت فيه. وبرضو زي ما احنا اتفقنا مهم جدا في السي في بتاعك وشباب ان انت لازم تكتب الحديث ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل، تمام. والانترست بتاعك اللي هو الاهتماماتك بتاعتك ايه، بتحب رياضة ايه، بتحب جري ايه، بتحب تعمل ايه بالظبط، والاديشنال انفورميشن بتاعتك اللي هو المعلومات الزيادة لو انت حاطط عندك معلومات
عايز تذكرها للشخص اللي انت هتتوظف عنده، فبتقول له انا اشتغلت في الحتة الفلانية، او عملت كنت رئيس اتحاد الطلاب في الوقت ده، او رئيس اتحاد، او رئيس لجنة اللجنة الفنية مثلا، او رئيس اللجنة الرياضية في المعهد مثلا في الوقت ده. ولازم زي ما اتفقنا ان احنا بنكتب التواريخ بتاعت كل حدث او كل حاجة انت عملتها في الوقت ده. وربنا يوفقكم ويكتب لكم الخير، وان شاء الله نشوفكم على خير، وما تقلقوش من حاجة، ان شاء الله كل الامور سهلة، وربنا يعني يكرمكم ونشوفكم دايما في احسن الاحوال.